السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصول البروجة للشهير كوكسال بابا إلى مصر. أرجو الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ولايك وشير للفيديو. في أول زيارة له حيث كشف عن فيديو وصوله على الإنستجرام الخاص بأثناء نزوله من سيارة فاخمة وخلفه 5 رجال من البودي جارد الخاص به. وقد نشر حساب كوكسال بابا الرسمي صورا له من خلال خاصية القصص القصيرة على الإنستجرام الخاص به وهو في المطار، وعلق عليها مصر هل أنت مستعدة، كما نشر قبل وصوله للمطار صورة للأهرامات وأبو الهول مرفقة بنفس التعليق. طبعا احنا بنرحب بكوكسال بابا طبعا في مصر، وأشار الفنان المصري عمر كمال على حسابه على الانستجرام بفيديو برومو لأغنية جديدة اللي هيعملها مع كوكسال بابا. طبعا بنتمنى لهم النجاح والتوفيق. أرجو منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ولايك وشير للفيديو.